في بعض الاوقات مش عيب ان انت الجول كيبر بتاعك يحس بالخطر في وقت انت مديله الثقه اه بس لازم يحس بالخطر ان لو وقع مش لو غلط غلطه برضو عشان فكره ان انت الجون بتاعك يغلط غلطه فتقعده انت خسرته انت حرقته. لكن الموضوع محتاج ذكاء كبير جدا في اداره مركز حراسه المرمى ده بالذات. ففي نادي الزمالك اكيد في تفكير مين حارس المرمى اللي هيجي، ولازم حارس المرمى اللي هيجي يكون حارس مستعد ان هو يمثل الزمالك. يعني لما يلبس فانيله الزمالك ويقف ما عندوش مشكله، عنده الخبرات وعنده الشخصيه مع الشغل مع كابتن ايمن طاهر مع الكلام ده كله خلاص مفيش مشكله. فممكن مع البادجت الفلوس اللي دخلت من حراسه المرمى ممكن يحصل تحرك لمحمود جاد. وهون ايمن الشريعي رئيس ام بي قال لك ان انا لو جالي العرض المناسب هتحرك فيه ما عنديش مشكله، فتح الباب. فانا حاسس بصوا في حاجات اصل في الانتقالات دي انت بتقولها بمعلومه وفي حاجات انت بتشغل مخك فيها ايه اللي بيحصل. انا حاسس ان ممكن يحصل تحرك رسمي من الزمالك لمحمود جاد، لان انا في رايي هو الاوبشن الافضل لو بسام مش افيلبل مش متاح. لازم هيحصل تحرك. محمود جاد جون صغير وعنده يعني عنده شخصيه وما تقلقش عليه بقى لو لعب في الزمالك والاهلي وبتاع ما تقلقش عليه عنده شخصيه ما بيخافش جريء انا بحبه عشان جريء. كان عنده طبعا عرض من ويجن لكن العرض بتاع ويجن ده وقف لان هو اصلا ما عندوش الاوراق المطلوبه يعني الورك بيرميت او تصريح العمل مش هيخرج له في انجلترا بسهوله كان محتاج لفه كبيره قوي يعني. فممكن ان هو يحصل تحرك. برضو من ضمن الحاجات اللي انا حاسس بيها مش معلومه حاسس بيها ان النادي الاهلي هيتحرك على باك ليفت في بيراميدز النهارده. يعني بيراميدز اعلن عن التعاقد مع كريم حافظ، ويمكن الكلام ده انا كتبته على تويتر من اسبوعين ان كريم حافظ الى بيراميدز صفقه مجانيه فري ايجنت، وانا شايف ان هي صفقه هايله. كريم حافظ هتشوفه هيبقى واحد من نجوم بيراميدز الموسم الجديد، لأن لعيب متأسس صح زيه زي زيزو كده، هما نفس الأكاديمية على فكرة جي ام جي، متأسس صح وشخصية محترفة وعنده خبرة. وبيراميدز اتحركوا يعني كويس جدا فيه. فهو دي صور الإعلان عن التعاقد مع كريم حافظ. لعيب هايل يعني احصائيات كريم حافظ اهي معانا مع مالاتيا سبور في الموسم الاخير لعب 31 مباراه يعني كان لعيب اساسي في الفريق، شارك اساسيا 24 ماتش صنع 4 فرص، ودي يعني بقيت احصائياته. لعيب هايل. فانا بقول بالعقل كده يعني سيبكوا من موقف الزمالك مع عبد الشافي ليه موقف يعني ليه قصه مختلفه يعني ان مع الزمالك ان هو الزمالك خاض الموسم اللي فات وهيخوض الموسم اللي جاي بثلاثه باكات ليفت. لكن انا ما اعتقدش ان بيراميدز هيسيبوا في القايمه عندهم ثلاثه باكات ليفت. صعب. عشان كده بقول لكم انا حاسس ان النادي الاهلي هيتحرك على يا محمد حمدي يا حسين السيد. ده احساسي ان يا محمد حمدي، طبعا محمد حمدي جدد عقده بس مش معنى جدد عقده ان هو يعني مش متاح، ممكن ان هو لو جاله السعر المناسب. ما تخيلش ان اداره بيراميدز بذكاء اداره بيراميدز ان هي هتخش الموسم بثلاثه باكات ليفت، لان ده هيعمل لك خلل كبير جدا في الاوضه، هيعمل لك خلل كبير. فاعتقد ان التعاقد مع كريم حافظ هو تامين واستعداد لأي حاجة ممكن تحصل. وأنا بقول لكم الكلام ده وافتكروا كلامي، أنا حاسس إن الأهلي هيتحرك في باك ليفت من بيراميدز، وصل الأهلي لازم يجيب باك ليفت ينافس علي معلول، ولما علي يبقى معلول يبقى مش موجود يبقى جاهز إن هو يلعب. والكلام ده أنا قلته لكم حتى قبل رحيل محمود حويد بوحيد آسف لطلائع الجيش، لكن ده إحساسي إن حسين السيد يا محمد حمدي هيتحركوا ناحية النادي الاهلي. وكلنا شفنا النهارده الاخبار اللي طلعت من النادي الاهلي ان ايه، ان يعني في اتفاق في النادي الاهلي ان التعاقدات هتبقى محدوده
انا بكلمكم في الميركاتو وسوق الانتقالات في مصر التعاقدات هتبقى محدوده. وانا بقول ان فعلا الموضوع مش زي زمان يا جماعه. مفيش اللكجري او ان انت عندك لعيبه كتيره مميزه فتقدر ان انت تتعاقد مع 7-8 لعيبه حتى لو انت محتاج. خلاص مش موجوده. موضوع مش موضوع ان انت تجيب لعيبه وخلاص. انت عايز تجيب لعيبه تنجح معاك لان ده بيكلفك فلوس. ونمره اتنين كل لعيب بتجيبه بيفشل معاك انت بيتحسب عليك كاداره بيتحسب عليك. فالتحركات الاخبار اللي خارجه من نادي الاهلي النهارده ان التحركات هتبقى محدوده 4-5 لعيبه. طبعا في اتنين اجانب ده اكيد راس حربه ووينج ده اكيد. يعني اللي يقول لك ان النادي الاهلي مش هيجيب راس حربه اجنبي ووينج اجنبي يبقى ما يعرفش حاجه في الكوره. الاهلي هيجيب راس حربه اجنبي جامد ووينج جامد. ده يعني لعيبه هتخش تلعب كده تحطهم هما الاثنين لعيبه اساسيين على طول راس حربه ووينج ليفت ده اكيد. مع الناس اللي موجوده دي مش 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 مش, مش مشكله. دي مش مشكله. فالاهلي انا في رايي ان هو هيرجع اللعيبه المعاره بتوعه وهيتحرك في اضيق الحدود في الانتقالات.